ولو 100 مرة ولا حدا بيقدر يوصفه. أنا إيمو بقدرش أوصفه. محمد لو تفر العالم كله تلاقي لهش وصف، لأنه فوق الوصف كله. محمد ما جابتوش ولادة، محمد ملاك من السما نزل. حرام هذا يعيش على الأرض، الحمد لله إنه الله اصطفاه. كل شي فيه حلو، ما عمره كسر بخاطر حدا، جبر خواطر، ساعد صغير قبل الكبير، طول من جابته ينطي الناس، ما ياخذ من حدا. بقى ضل كل يوم ما اكرمه اعطي طعمه، هذا كله من ربنا مش إلنا. والحمد لله، ونزل يدافع عن اهل غزة، نزل يدافع عن الاقصى. انا ما عارضته لانه مش ماشي بطريق يعني سيئة ولا اشي، بالعكس قلت له انت حر امشي وين ما بدك، اشي بشرف وبرضي ربنا امشي فيه بدون ما تسألني. ولا هو نازل على الجهاد، والحمد لله نحمد الله ونشكره. قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنا إليه وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، هيك بس. قعدت أصبر في أبوه وأخوه، نائل الأخ صدر، والحمد لله، لأن إحنا كنا متوقعين هاي الشهادة، وأنا مبسوطة له من كل قلبي إنه نالها ورحل عن هالدنيا الفانية عند جوار ربه، عند الله أرحم. أرحم من الناس، أرحم من البشر، أرحم من الناس كثير، أرحم من كل شيء في الحياة، ربنا هو الرحيم. بس ما بدنا مال ولا بدنا مصاري ولا بدنا إشي، احنا بس طالبين الشهادة وطالبين الستر، غير هيك ما بدنا إشي من الدنيا كلها. نحمد الله ونشكره على كل شيء، والحمد لله رب العالمين إنه اصطفاه شهيد وما أخذوا الجيش، الحمد لله ما تعذب، الحمد لله، وقاوم لآخر نفس وأخذوه غدر، ما قدروا يجي ياخذوه ماريو، ما قدروا، ما حدا، وجيش كامل إسرائيل كاملة ما قدرت تيجي تغتاله جوا المخيم، خدوا غدر. هذا دليل على ضعف الجيش الإسرائيلي، على نذالتهم، على حقارة إسرائيل، هذا كله نذالة. بالعكس أنا بفتخر لما أنا ابني ولد عمره 19 سنة ونص يوقف دولة إسرائيل، دولة إسرائيل مش قادرة تفوت تاخده من الدار، تيجي غدر. الحمد لله نحمد الله ونشكره، الله يرحمه إلى جنات الخلد يا رب، نلتقانا لقريب إن شاء الله.